Bonjour mes bons élèves, comment allez-vous? La leçon d'aujourd'hui est l'âme parfaite. L'âme parfaite, شايفين اخر ثلاث حروف اي تي مع الجو والتي هخليها اي اس مع الايل والال بقت اي تي مع النو اي ون اس مع الفو اي زد مع الايل افيك اس والال افيك اس اي ان تي بشرط اصرف الفيرب مع النو الاول واشيل النو والاو ان اس واللي اتبقى معايا اضيف عليه النهايات اي اس اي اس اي تي. يعني ايه؟ صرف الفيرب مع النو صرفنا، شيل النو شيلنا، شيل الاو ان اس شيلنا، اتبقى معايا بارل ازود عليه النهايات، فينير بقى فينيسون، فينيسون اروح واخد منه المقطع اللي قبل الاو ان اس بس اللي هو هيظهر فيه دوبل اس واضيف النهايات. بروندغ نفس الكلام بستعمله ليه؟ اي حاجه كانت مستمره في الماضي او عاده او وصف حاله الشخص، وصف حاله الجو، او بعض الكلمات اللي انا كاتبها لك تحت حاله هتظهر دلوقتي. بعد كده اللي بيتغير ايه؟ اتر بيبقى ات وزود النهايات، فالوار بيبقى ايل فالي بيتصرف مع الايل بس، بلوفوار السماء تمطر، ايل بلوفي كانت السماء تمطر، لانه ترجمه الباسي كومبوزي جو سوي الي ذهبت، لكن لما اقول جالي كنت اذهب، ترجمه الامبارفي كنت او كان زائد الفيرب، لكن الباسي كومبوزي حدث انتهى، اكل شرب نام وهكذا. طيب الافعال اللي بقول لك بتتصرف في الامبارفي مع بعض الكلمات اهي، كي كار باسكو او مومون او بوندون ك كوم مي، وعندي في الاخر اللي باللون الاحمر كان، دي اللي بيجي وراها الباسي كومبوزي وبعد كده الامبارفي، لكن الكلمات اللي فوق يجي الامبارفي او الباسي كومبوزي، يجي الامبارفي الاول وبعد كده الباسي كومبوزي، يا اما الباسي كومبوزي ابدا بيه واحط كلمه من دول وبعد كده وراها الامبارفي، زي ils ont pris un bain du soleil، خدوا حمام شمس، car la mer، لان البحر، كان ايتي كالم، يبقى بعد كار جه مين؟ اهو الامبارفي ايتي، والباسي كومبوزي اللي كان في بدايه الكلام اللي هو إلزون بري، وهكذا. بعد كده يراعى حذف الاو من الافعال اللي اخرها جي او ار، وبرده الاكسون سي دي مع النو والفو من الافعال اللي اخرها سي او ار. اشوفكم الفيديو اللي جاي، او ريفوار.